English in 60 seconds. انجليزي 60 ثانيه. تعال لكم الصبح نقولوا على حاجه نديروا فيها كل يوم او روتين نديروا فيه كل يوم. I play football, I watch TV, I swim, نعوم وما الى ذلك. اليوم حنتعلموا كيف نقول شيء نتعلموا كيف نقولوا على حاجه ندير فيها حاليا تو. I am playing football. اي نلعب كره قدم حاليا. ركبه I'm هي نفسها I am a doctor, I am a teacher نفسها لكن نقولوا فيها بال ING. I am playing football. ما نقولش I'm play, I'm playing football. لكن تبي تقول play, I play football. هي حاجة وعادة تدير فيها كل يوم. لكن تبي تقول حاجة تدير فيها حاليا توا توا, I'm playing football, I'm watching TV. نفس الشيء بالنسبة لهي وشي, لكن هم بتعاملهم is, زي ما سمعنا قبل. He's playing football, she's playing football. هي هو يلعب كرة قدم توا, هي تلعب كرة قدم. We're playing football, they're playing football. It's eating. هو ياك أول قطوزة الكلب ياكل حاليا. فبركبوا نفس المرة فات بنقوله he's a doctor, she's a doctor. لكن مرة هذه بركبوا نفس الفعل بركبوا له ING في الأخير. Playing, watching, ما ذلك. نتعلم نتمنى نتعلم شيء جديد اليوم. نشوفكم مرة جاية.